من دبي ينضم الينا السيد محمود القدسي مستشار تداول الاسواق العالميه في سانشوري فاينانشال. اهلا ومرحبا بك استاذ محمود. كيف ترى الاجتماع لبنك انجلترا اليوم؟ هل تتوقع انت شخصيا اي مفاجات؟ مرحبتين محمد. طبعا بالنسبه لاجتماع بنك انجلترا ماني متوقع اي مفاجات او اي تلميحات بخصوص السياسه الماليه، بخصوص تشديد السياسه الماليه، على اساس انه لسه ماني شايف انه في البنك انجلترا عنده السبب انه ياخذ اي خطوه بهذا الاتجاه. باعتقادي انه بنك انجلترا رح يستعير من الاحتياط الفدرالي بعض المصطلحات بانه نحن ممكن نحن نتجه لتجديد السياسه الماليه بوقت تحقيق الاقتصاد لتقدم ملموس. وبهذه الحاله لحد الان الاقتصاد البريطاني لسه ما زال عم يحقق تقدم جيد، ولكن مو التقدم الكافي اللي رح يدفع المركز البريطاني انه يشدد سياسته الماليه، وخصوصا انه هلا شفنا نحن متحور دلتا وانتشاره بشكل كثير كبير بالمملكه المتحده. استاذ محمود، الان اذا تحرك بنك انجلترا المركزي مع في نفس السياسه مع الفدرالي الامريكي، وهو امر معتاد يعني على مدار السنوات الماضيه تقريبا تكون السياسه النقديه مطابقه، من سيتفوق هنا، الجنيه الاسترليني ام الدولار؟ الحقيقه بالنسبه لمين راح يتفوق او مين راح يرتفع سعره اكثر، هذا الشيء مرتبط بمين راح يبدا بتجديد السياسه بشكل اسرع. طبعا نحن سمعنا من ريتشارد كلاريدا انه في اتجاه لتجديد السياسه الماليه بنهايه السنه، او خلينا نقول تقييس برنامج التسويق الكمي بنهايه السنه الماليه. لا 2023 كان بالنسبه لرفع اسعار الفائده، اما بالنسبه لتجديد السياسه الماليه فيما يتعلق برنامج التسويق الكمي كان صحيح عم بيلمح انه لا بنهايه السنه الحاليه. هذا من جهه، ومن جهه ثانيه كمان في عندنا بولارد كمان عم تقول انه مستويات التضخم الحاليه هي مستويات مستمره وليست مؤقته. كمان كابلان كمان نفس الشيء عم يطالب بتقليص برنامج السيل كمي. يعني انت تميل اكثر لصالح ان امريكا ستشدد السياسه اسرع، وبالتالي الدولار يمكن ان يكون اكثر تفوقا، صحيح؟ صحيح صحيح. طيب التأثير أيضا اليوم على الفوتسي، مثلا الفوتسي البريطاني والذي يعتبر من الأقل تقييما والأكثر جاذبية، سريعا كيف تتوقع أداء الفوتسي خلال الفترة القادمة في ظل أيضا معطيات السياسة النقدية الحالية؟ طبعا هلا بالنسبة للفوتسي كل ما استمر برنامج التيسير الكمي بالمملكة المتحدة، يعني الفوتسي مثله مثل أي مؤشر أسواق بالنسبة للأسواق العالمية. يعني عم نشوف إحنا إنه الأسواق العالمية عم ترتفع مع استمرار سياسة التيسير الكمي في الولايات المتحدة وفي أوروبا وحتى كمان بالنسبة للمملكة المتحدة. فأي إشارة بالنسبة لتشديد السياسة الكمية المملكة المتحدة هذا الشيء رح ينعكس سلبا على الفوتسي. هلا بالنسبة للشوط الثاني من السؤال إنه وين ممكن يتجه؟ يعني حتى لو كان هو الأفضل كمستوى تقييم بين الأسواق الأوروبية؟ هلا فوتسي ما تنسى انه كمان في موضوع بريكزيت رح ياثر عليه بشكل كثير كبير. لحد الان صحيح. موضوع بريكزيت لسه ما انتهى، في لسه اخذ وعطى بالنسبه لموضوع نورثرن انجلند او بالنسبه لموضوع ايرلندا الشماليه، فهذا الشيء كمان رح يخلي الاسواق شوي متخوفه لحتى تاخذ مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالنسبه لبريكزيت، وبعدين ممكن احنا نشوف التسعير الصحيح لمؤشر فوتسي. اشكرك استاذ محمود القدسي مستشار تداول الاسواق العالميه في سنتشري فاينانشال، شكرا جزيلا لك على هذه التحليلات. نصل بذلك مشاهدينا لنهاية الجلسة الأولى من الشرق، ألقاكم بعد ساعة ونصف في مؤشرات الشرق. أيضا زوروا موقعنا الإلكتروني الشرق بزنس.com. إلى اللقاء.